إلى اليمن تحديداً. اليمن خاضت الأسبوع الماضي تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الدور الأول، واللي جمعها بمنتخب سريلانكا على مرحلتين ذهاب وياب. الذهاب كانت في السعودية والإياب كانت في كولومبو عاصمة سريلانكا. في الذهاب تألق المنتخب اليمني في تحقيق النتيجة الإيجابية وانتصر بثلاثة أهداف مقابل شيء في فريق المدرب سكوب، سجلها أحمد ماهر وناصر محمدوه والقائد عبد الواسع المطري، وهذه أعطت المنتخب اليمني أريحية ويلعب موقعة الرد في كولومبو أمام المنتخب السريلانكي، واللي انتهت بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما ليضمن المنتخب اليمني التواجد في دور المجموعات في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 رفقة كل من الإمارات والبحرين ونيبال. أداء تفاوت من مباراة لأخرى، وما زال الشارع اليمني متوجس من المنتخب لدرب المدرب سكوب، ويرى بأنه يحتاج الكثير للأمور في المرحلة القادمة. للحديث عنها أكثر رحبوا معي طبعا بالإعلامي اليمني مراد أبو الرجال المحلل الرياضي. يا هلا بك يا مراد، معنا في برنامج خليجي من ونون. فوز وتعادل لأسود سبأ أمام منتخب سريلانكا في التصفيات، كيف شفت أداء المنتخب في المباراتين؟ شكرا لك أستاذ محمد وأشكرك على الاستضافة. إجابة على سؤالك، أنا أعتقد أن الشارع اليمني مجمع تماما أن الفوز الأول على المنتخب السريلانكي بالجولة الأولى كان نتيجة لمجهودات فردية للاعبين، أهداف من كرات ثابتة، هدف من مهارة فردية لأحمد ماهر، هذا ما أنقذ المنتخب اليمني من تعادل أو كان ربما هزيمة من منتخب سريلانكا الذي أنا أعتبره منتخب لا يمتلك حتى بجديات كرة القدم، وبالرغم من ذلك استطاع إحراج المنتخب اليمني. نفس الأمر تكرر مع سريلانكا، ولكن بار سريلانكا تعادل باهت جدا، منتخبنا كاد أن يخسر المباراة لولا الحظ وكما نقول يعني دعاء الوالدين، ولكن للأسف يعني المجموعة كاملة لم تكن بذلك القدر الكافي من العطاء الذي ممكن للشارع اليمني أن يتأكد بأنهم قادرين للوصول بعيدا خلال هذه التصفيات. مراد، توقعاتك للأحمر اليماني في الدور الثاني في مجموعة فيها الإمارات والبحرين ونيبال، كيف يقدر يتعامل مع هذه المجموعة؟ بالنسبة لتوقعاتي للمرحلة الأخرى بالمجموعات، وهي مجموعة اليمن مع الإمارات والبحرين كذلك نيبال، أعتقد سنأخذ الأمر يعني من منظور واقعي. منتخبنا اليمني يعني منتخب ضعيف مقارنة مع المنتخب الإماراتي الذي أغلب عناصر الحاليين يعني مجنسين، كذلك المنتخب البحريني منتخب قوي على مستوى الخليج كذلك على مستوى الآسيوي، لذلك أنا أعتقد أن المجموعة محسومة بشكل كبير جدا، ممكن 90% لصالح هؤلاء المنتخبين، وأن المنتخب اليمني للأسف يعني لا يمكن يعني معالجة أخطاء سنوات ليتلافها خلال شهور وتقديم أداء مقنع. لا مكان للمعجزات الغير منطقية بعالم كرة القدم، من يعطي الكرة تعطيه، ولكن للأسف يعني هذا الأمر غير متوفر حاليا لا بالاتحاد اليمني أو بالمنظومة الرياضية داخل اليمن. شكرا لك مراد، نورتنا في خليجي من ونون، شوفك بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، وتوفيق للأحمر اليمن.